السلام عليكم، معكم الأستاذ جواد بن دحو، أحد مؤسسي موقع باك فاصيل وأحد مسيرين عرض طوب فان. إذا جيت اليوم إن شاء الله نهضر لكم على واحد المشكل كبير كيعانيو منه التلاميذ ديال الثانية بكالوريا مع الرياضيات. المعظم ديال التلاميذ ديال الثانية بكالوريا في الرياضيات كيبقى ملي كيقرب الامتحان الوطني كينجر وراء الخرافات. ما معنى هذا؟ يعني كيبقى يتسنى أنه يسمع اشنو هاي الطعطا واشنو ما هاي الطعطاش ما بين الاسئله العناوين المضلله، او انه كيمشي يحفظ تمارين معينه على اساس انه هاي الطعطا كي بحالو. وهذا هو المشكل اللي كيوقعوا فيه التلاميذ ديال الثانيه بكالوريا، بحيث انهم باش كيديروا بلاص ما انهم يفهموا الرياضيات كيمشيو يحاولوا يفهموا تمارين معينه على اساس انها الطعطا في الوطني. ملي كيشوفوا الامتحان الوطني اسئله مختلفه كتجيهم ديك الصدمه، مرحله الذهول. ثم من اخر الامتحان الوطني كيمشيو ينتقدوا الاساتذه اللي وعدوهم على انهم يتعطى هذا المقطع ولا انه يتعطى هذا المقطع هذا. اذا الان بالنسبه لي انا جيت باش نحل لكم هذا المشكل ديال هذه الرياضيات. هذا المشكل باش تقدر تحل الرياضيات هو انه خاصك تفهم الكور ضروري. المشكل ديال الدراري ديال الثانيه بكالوريا كيمشيو يخدموا التمارين بلا ما يقراو الكور. لهذا حنا في العرض ديالنا ديال الطوب فان عندنا الكور زائد كل فقره من الكور تمارين مفسره بيان ديتاي بيان اكسبليكي، اي ابري اون دي زيكزام اللي كنخدموا عليهم. يعني مثلا ناخذوا على سبيل المثال، ناخذوا مثلا نومبر كومبلكس. نومبر كومبلكس ولا الاعداد العقديه هي واحد الدرس اللي هو ضخم، كاين اساتذه كيساليوه في ساعتين ولا ثلاث سوايع، هو ضخم الا جمعنا البروميير بارتي والدوزيام بارتي. بالنسبه لنا حنا مثلا في النومبر كومبلكس كل فقره كنديروا لها الكور ديالها، وملي كتفهم الكور كنديروا ليها التمارين ديالها، وملي كنديروا التمارين من بعد ان شاء الله كنخدموا تمارين وطنيه مرتبطه بالدرس. وهكذا انه كتكون فاهم الرياضيات 100%، ماشي 90، ماشي 95، ماشي 99. لانه نفترض جدلا، واخا كاع اصلا نفترض عندك شي قدره خارقه وتنبأتي بانه هاد الفقره هي اللي تعطى في الوطني، ومشيتي بريباريتي ديك الفقره وتعطات في الوطني وجبتي كاع مونسيون وجبتي بيان ولا تخي بيان، ما غاديش تمشي بعيد. لانه ببساطه كينتظروا كونكورات. انت باغي تدخل سيكندار جينيور، باغي تدخل بزاف ديال المسائل اللي كتستدعي الرياضيات. هاد المدارس العليا هادو كلهم يعاودوا عاوتاني يسولوك في الرياضيات ديال الثانيه بكالوريا الى اخره. اذا اشنو غادي دير انت ديك الساعه؟ اشنو عاوتاني غادي تمشي تنبأ اشنو هاي الطعطا وتمشي تبريباري ليه؟ اذا لذلك هذوك الناس اللي كيخدموا الرياضيات بهذه الطريقه ما كيمشيوش بعيد. ما تنساوش انه حنايا اللي هي خبره، حنايا خبره طويله في هذا المجال هذا، وحنا عارفين اشنو كنقولوا. لهذا ما ترددوش، رقم الواتساب غتلقاه في التحت، تواصلوا معنا باش تستافدوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.